عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت عبدو شيما. وحشتونا طبعا، أجازة العيد كانت أجازة طويلة شوية علينا بالنسبة لنا يعني، بس أنتوا وحشتونا جدا، ويا رب إحنا كمان نكون وحشناكم زي ما أنتوا وحشتونا. وطبعا كالعادة لازم في بداية حلقتي لازم أرحب بالأستاذ لازم أرحب بالأستاذ عبدو اللي دايما منور البيت. منور البيت يا عبدو. منوره يا شيخ في بيت عبد وشيم. ماشي يا عبد، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. وحشتونا جدا فعلا، كانت فتره طويله عبل ما جينا لكم تاني بالموضوعات اللي بنعملها معاكم وكل الضيوف اللي بيكون موجودين معانا. والنهارده معانا ضيف بتهم المراه في كل شيء كالعاده، القسم بتاع شيما، وعلشان دايما شيما منحازه للمراه دايما. جبنا لكم استاذه امل جباس، خبيره العنايه بالشعر. اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذه امل، نورتينا النهارده. ربنا يخليك. استاذه امل جباس صاحبه جروب لمس الجمال. انت عندك جروب اسمه جروب، عندي لمس جروب لمس الجمال، وعندي بيدج لمس الجمال مس اناقه، وعندي جروب تاني اسمه لمس الجمال لعلاج الشعر بالبروتين بقى كله سهل. يعني ده كذا ما شاء الله، كذا حاجه يعني، بحيث انه يروح هنا يلاقي حاجه سواء للشعر بالظبط كده. في كمان حاجات للبشره عندك برضو على الجروب كده؟ عندي حاجات برضو للبشره، برضو حاجات طبيعيه كلها برضو. طيب طبعا احنا قاعدين في البيت بقى عشان موضوع الحظر اللي احنا فيه والوضع الظروف اللي احنا فيها، ان شاء الله ربنا يزهى عنا هذا البلاء. والسيدات هناك عموما احنا برضو بنحب ان احنا نهتم بشعرنا، واحنا قاعدين فاضيين بقى مش ورانا اي حاجه. فاضيين؟ قاعدين فاضيين طبعا يعني، ورانا حاجات كتير. لا احنا مش قاعدين فاضيين مش ورانا اي حاجه يعني، مشاكل بتتقال. المهم لا بجد والله فعلا احنا قاعدين، واحنا كل اهتماماتنا ان احنا نهتم بقى ببشرتنا بشعرنا. وطبعا طالما هنتكلم عن الشعر فلازم نذكر البروتين. واحنا النهارده اللي معانا النهارده استاذه امل الجباس، هي متخصصه في عنايه الشعر بالبروتين والبوتوكس. فعشان كده النهارده اول سؤال هساله لك يا استاذه امل، عايزين نعرف بقى ايه الفرق بين البروتين والبوتوكس والفيلر والتريمنت، حاجات اسماء كتيره جدا فمش عارفين ايه الفرق بين كل ده. كتير جدا، فايه الفرق بين البروتين وبين كل ده بقى؟ هقول لك، هي كلمه بسيطه بس مفيش فرق بينهم، كلهم احماض. كل المجموعه دي كلها احماض، بس بتختلف النسب. نسبه الاحماض في الفيلر غير البوتوكس غير البروتين الايه الخام. البروتين فرد شعر بس في نسبه احماض عاليه عشان تفرد الشعر الافريقي وكل انواع الشعر. لكن الفيلر لا، في نسبه ترطيب عاليه جدا وزيوت بتديكي فرد مثلا قولي 30-40% 50% بالكثير قوي. بس بتعالج الشعرايه، مش بتعالج الشعرايه داخلي، لا بتعالج الشعرايه من بره. لو في موجه في تكسيره احنا بنعالج الشعر، مفيش بروتين بيعالج داخلي. البروتين بيعالج الشعر من بره بس، من بره فقط بس، لكن ما بيعالجش من جوه. في حاجات تانية بتعالج الخلايا الجذعيه والحاجات ديت. البوتوكس نفس الموضوع برده، نسبه احماض خفيفه لكن الداخل جواه ترطيبات عاليه برده، بدي نسبه فرد بس اعلى شويه من 60-70-80%. وبصراحه انا كنت اسمع الفيلر والبوتوكس الحاجات دي كلها ليها او تخص البشره. لا الوقت دخلناها كمان في الشعر، كمان في موضوع الشعر دخلناها في الشعر. كل ده الوقت دخل في الشعر. وحاجه نزلت دلوقتي جديده اسمها جيلاتين، ماده اسمها جيلاتين برده، من نفس برده نفس الموضوع بتاعهم برضو، احماض خفيفه ترطيب اعلى وزيوت اعلى. لو جات لي مثلا شعر زبونه مثلا عامله شعرها سحب لون، شعرها متدمر، ما ينفعش احط لها بروتين خام، شعرها هيقع، مش هيستحمل شعرها، هتمسك البروتين هيبقى تقيل عليها تقع. لازم احط لها حاجه متعادله، افرد لها شعرها شويه ومنه برضو اضحك على الشعرايه اللي سحبت منها البروتين الطبيعي، واقول انا دخلت لك بروتين. بحط لها بقى ايه، البوتوكس، او بحط لها الفرق، او بحط لها الجيلاتين. هو البوتوكس والفيلر ده عايز اعرف، كنت سمعت قبل كده هو تقريبا بينفش الشعرايه او لا؟ الفيلر بيدي الشعرايه كثافه. كثافه لو الشعر ضعيف بيدي كثافه بس. هو ما بيعملش اكتر من كده، بيدي الشعر كثافه. يعني انا بيجي لي زبونه مثلا شعرها هايش جدا وبس الشعر بتاعها شعر ضعيف وشعر مأستك، لما اجي اعمل له بروتين الشعر تبقى مفروده وجميله كل حاجه، بس تحس ان بقى شعرها قد خايف جدا، خايفه تيجي تقول لك لا ده مش شعري. شعري مين؟ طيب لازم اعمل لها فيلر. فيلر هيديها نفخه شويه، يديها قفين شويه والشعر تبقى منفوخه شويه، مش اكتر من كده. يعني لكن كلها مسميات على فكره، كلها مسميات. وفي حاجه كمان بيقول لك، في ناس بتقول لك البروتين خالي من فورمالين. لا كذب، لازم يتحطوا 1-2% ماده فورمالين حافظه للماده. بس انا حافظه ان الفورمالين ده غلط على ما هو غلط لو زادت من الكميه. في انواع من البروتين الرديئه اللي احنا بنقول عليها ما بنشتغلش فيها، اللي مريحه ودخان. انا زمان بيجي تقول لي انا عملت شعر، لما بعمل شعر زبونه
تقول لي لا انت بتعملي بطريقه ثانيه خالص، لا ازاي؟ تقول لي انا بحط بتحطي على الشعر وبحس ان شعري بياكلني وببعايزه اقطع في شعري لما بتحط الماده، وبعد كده بشم ريحه جامده ومش عارف ايه، وبعد كده بكام يوم بيحصل تقفيق في شعرها. انا ما بشتغلش بكده، انا الزبونه بتطلع عندي ولا في ريحه، انا حتى لما بشتغل بقول مفيش ريحه، مفيش ريحه، مفيش دخان، مفيش اكلان في الراس اللي بيحصل دوت والتهابات. الدخان والريحه والحاجات دي كلها بتبقى سبب فورمالين عالي بنسبه كبيره عن الطبيعي، لكن هو لازم مفيش حد هيقول لك خلي فورمالين غلط. انا يعني لازم بحييكي على شجاعتك. الفورمالين ده ماده حافظه يا جماعه، لان كذا حد قال لنا ان لا في بروتين بيبقى خالي من فورمالين. طب اعرف مفيش خالي في نسبه بسيطه مش هتاثر، واحد او 2% عشان تحافظ على ان البروتين يقعد معاكي، لكن غير كده لا، هي ماده حافظه. لكن ماده فرد لا، ماده فرد دوت لو عدت مثلا ايه ال10 وال20 والكلام ده كله ده بقى دي الكارثه اللي احنا بنتكلم عليها. لكن الفورمالين في واحد او على الاقل 2% فورمالين، ماده حافظه، حافظه مش بتفرد، ما بتاثرش على شعرك. الماده نفسها علشان تحفظها، علشان بقى يعني احنا نقدر نقول ان البروتين والفيلر والبوتكس وده كله ودي كلها اسره كله واحده، كله تحت مسمى. لا خلي بالك، اصل احنا البروتين بقى عند البروتين بقى سمعته وحشه شويه، عشان في ناس بقى تاخده بتجيب مثلا الماده الرخيصه شويه وسترخص، ماشي فيها فورمالين اللي احنا بنقول عليها ديت، ابقى سترخص. ممكن مثلا واحده متخصصه لسه جديده مش عارفه تشتغل، تحط اي ماده على الشعر وتكبس البروتين ده، اول حاجه اللي كبسه كل شعر اللي كبسه ليه درجه حراره معينه، ماشي ليه نوع، كل انواع الشعر، مش ما ينفعش اجيب نوع واحد بس اعمل كل شعور، لا كل شعر ليه نوع، ليه نوع اكيد، وليه طريقه كبسه. يعني مش كل شعر كمان عايز درجه حراره عاليه او مثلا اكبس كتير او لا لا، ده علم. احنا انا بقى لي 4 سنين متعلماه. ده بقى اللي هو التخصص بتاع استاذه امل اللي هي الخبيره في الشعر، بتشوف نوعيه الشعر وايه المناسب ليه بالزبط. من الاسره كلها اللي هي بتاعه البروتين او الفيلر او كذا. تيجي لي زبونه تقول لي مثلا عايزه شعري انا فنانه صاحبتي استعملي كذا، اقول لها انا ماليش دعوه بصاحبتك، انت شعرك مش هيحتاج ده، انا ما متزعلش مني، انا مش دكتور ولا حاجه، يعني انا ما بشبهش نفسي بحد، بس انا فاهمه في مجالي اكيد، انا فاهمه في مجالي، ما تجيش انت تقولي لي مثلا انا عايزه اعمل كذا، لا انا اشوف شعرك عايز ايه وانا اللي اعمله لك، مش انت اللي تقولي لي. بيزعلوا مني بس زعلوا. في مشكله دايما بقى بتواجه الناس والستات بيبداوا يقولوها ان هي القشره، وبتظهر اكتر بعد البروتين، فايه سبب وجود القشره بعد البروتين؟ هم القشره وقبل كمان في ناس بتعاني من بعد هو القشره ده. القشره دوت احنا بنسميه، احنا عندنا 3 انواع من القشره، القشره المرضيه، القشره الموسميه، القشره اللي بتيجي اسمها موسميه ومرضيه، واللي بتيجي بعد البروتين اللي احنا بنقول عليها بتيجي بعد البروتين. الموسميه دي بتيجي بين الصيف والشتاء بين تغيير الجو، دي بتيجي بسيطه، بتبقى قشره خفيفه كده وبتروح بسرعه. دي ممكن مثلا احنا برده وانت حابه تشرحي معانا برده، معلش هقطعك بقى عشان بس مشاهدينا يشوفوا الصور، ده جروب بتاعك اللي هو لمس الجمال للبروتين. تمام، دي صور قبل وبعد، دي كده صور لسه قبل البروتين ودي بعد دي البروتين. واحده كان سحبه شعرها ما قالتليش، انا كنت رايحه بالصدفه كده ليها وكان سحبه شعرها مرتين، عامله سحب اول حاجه وعملت ماده صبغه فيها امونيا عاليه. انا ما رحت ماسكه شعرها بيتقطم، طب ده مش هينفع. انا بمشي معايا شنطتي في العياده بتاعتي فيها انواع بروتين وفيها كمان ترميم وفيها الخلايا الجذعيه. انا رحت بالصدفه ليها قلت لها طب انت ما قلتليش انت سحبه امبارح يعني قبلها بيوم كمان، دي مصيبه اكتر طبعا. قالت لي ما انا قلت لك انا عايزه اسحب، انت قلتي لا، طب انت قلتي لا، طب انت كنت عرفتيني حتى افرض انا مش جايبه معايا غير نوع واحد بس، كنت عملت لك ايه؟ كنت دمرت لك شعرك، عملت لها حاجه ترميم مع بروتين، جالسين مع بعض. الترميم مع البروتين. قلت لها انت سحبه البروتين الطبيعي اللي ربنا خلقه في شعرك انت، بالسحب اللي عملتيه، السحب اللي انت عملتيها، السحب دوت اوحش حاجه احنا بنعملها في صحه ربنا، ما بشتغلش فيها. اضطريت اضحك على شعرها، عملت لها ترميم الاول، اضحك على شعرها اقول له ايه، انا دخلت لك بروتين طبيعي عشان شعرها يستقبل البروتين انا احطه، ما تاخدش الشعرية بتقلها وتقع. عملت لها بسم الله ما شاء الله، يعني طلع معايا نتيجات حلوه قوي جدا، كذا حاجه دلوقتي قدام حضراتكم برده ما شاء الله. لدرجه خدت نعمل بعدها ب 15 يوم لبنتها عندها 5 سنين. طب هو مش شغال على الاطفال؟ لا، لو انا برده بعمل الاطفال ماده هاديه ما فيهاش احماض عاليه، وبرده بحط بخففها برده بترميم، ما طيب. بعملش حاجه حاميه. تمام، كان سؤالنا بقى قبل ما نعرض الصور قدام حضراتكم من القشره. القشره انا بقول لك هم في 3 انواع، القشره اللي بتيجي الموسميه دي بين الصيف والشتاء، دي ممكن معلقتين زعتر يتغلوا ويتحط عليهم معلقه كربونات، وبعد ما يبردوا على جلد الراس هتروح على طول.
دي مفيش مشكله طيب. ماشي. النوع المرض ده انا ما بشتغلش فيه. لما تجيلك مثلا واحده تيجي لي عميله شعرها من كثر ما بتقرش فيه وفي قشره صفرة كده شويه وليها ريحه دي قشره مرضيه بتيجي من الثعلبه بتيجي من التانية بتيجي من الامراض انا بروح للدكتور انا من انا طبعا اكيد انا متخصص فيها. فيه اكتر في بقى بتيجي من بعد البروتين دي الشعر اللي بتيجي بعد البروتين بتيجي عليه لو المتخصصه مثلا الشعر اللي قدامها ده جلده حساس شويه وانا حطيت البروتين وجت نقطتين ثلاثه على الجلد راس وانا ما كنتش عامله عازل على جلد الراس ماشي الزبونه بتيجي بعد اسبوع تقول لي جراسي فيها ايه قشره فيها قشره طب القشره دي اقول لها طب لو سبناها شعرها هيقع انت قشره يعني شعرك هيقع بقول لها يا ستي نعمل ايه جلسه ديتوكس بجيب لها الطعم المغربي وبحطه في ميه موارد معلقه ميه موارد مثلا وعلى على نص كوبايه طعم مغربي على بجيب اللحاق الصبار من جوه قلب الصبار كله تعجن في بعض وتحط على جلد راسها على جلد بيختفي القشره خالص مره في الاسبوع ما فيش هو من اول مره ما بقاش فيه قشره ده لو سببه البروتين يعني على حسب السبب على حسب بيكون العلاج ايه لو لقيتي سبب مرضي ده بيتجه لا انا ماليش دعوه بالمرضي القشره الثقيله اللي بتعمل ريحه وبتبقى لونها مصفر دوت بتطلع كتير دي انا ما اقدرش اجي جنبها لازم لكن اللي بعد البروتين دي لها جلسه وبتروح على طول بعديها بتروح لا لو مش كتير قوي بيبقى هو الرش الزعتر مع ايه كربونات ولو زياده قوي بقول لها وصفه في البيت تعملها بتجيب راس الثوم تهرسها قوي وتاخد العصير بتاعها دوت على برده على الصبار وتحطه على جلد راسها بيقطع برده كده احنا قلنا كذا وصفه يعني لكل انواع القشره اللي موجوده في الشعر بالظبط ده بيختفي طيب. خالص في ساعات بقى في ساعات بقى الشعر بنلاقيه كده نشف قبل ما ناخد بقى السؤال ده شيما معلش هنطلع فاصل وهنرجع طيب. تاني بعد الفاصل نكمل لقاءنا مع استاذه امل ففاصل استنونا ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع خبيره العنايه بالشعر واستاذه امل الجباس معانا النهارده عرفتنا معلومات كتيره وحاجات كتيره ولسه وصفات كمان منها اكتر وصفات طبيعيه دي حاجه حلوه جدا للقشرة. بقى مبسوطه انا بيها الوصفات الحلوه دي طيب انا قبل الفاصل يا عبدو كنت عايزه اسالك سؤال في ساعات كده الشعر بتلاقيه بينشف وبيقصف مره واحده عايزين نعرف ايه اسبابه وعلاجه كمان اول حاجه ده نقص فيتامين د نقص كالسيوم انا لما بيجي لي بنتي كده اقول لها الاول حاجه لو شعرها بيقع الاول او عندها شعرها مره واحده بلك يعني بيجي لي بنات يقول لي انا كان شعري ناعم حلو قوي بس مره واحده هاش وقصف وبقى خشن من تحت وشعرها بقت مجدره اقول لها اول حاجه اعملي تحليل انيميا واعملي تحليل دال اشوف نسبه عندك ايه اصل ده شعرك دوت احنا شعرنا عامل زي الارض كده صح انا بشبه الشعر دوت زي الارض لو انت الارض دوت فيه مشكله بتظهر في ساعتها بتجيلي ايه الاكل الزرع بيطلع مثلا في دوده بايظ كده انا بقول لهم الكلام دوت بقول لها اعملي تحليل الاول قالت طب ماشي انا عملت تحليل مفيش حاجه هقول لها اول حاجه اكلك مش كويس بتاكلي ما بتاكليش خضار ما بتاكليش فاكهه ما بتشربيش ميه كتير كمان. اكيد الميه ميه كتير بتتعرضي للشمس كتير جدا راسك بتعرق وما بتغسلهاش كويس ماشي بتستعملي شامبو فيه صوديوم وفي سيليكون شعرك كده اتدمر طب صوديوم سيليكون بيدمر الشعر بيدمره 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 طب الحل ايه اقول لها يا حبيبتي شعرك محتاج ترطيب كتير قوي اول حاجه استعملي شامبو خالي صوديوم وسيليكون واعملي حمام كريم مرتين في الاسبوع وجيبي الجلوكوز من الصيدليه جلوكوز السكر تجيبي وتحطيه على البلسم بتاعك وحمام الكريم وتعملي بيه شعرك حمام كريم مرتين في الاسبوع هيغذي شعرك وهيطريه عايزه استعملي زيوت كريمات فيها زيت الشيا يديكي ترطيب اعلى تديكي ترطيب اعلى استعملي حمام كريم فيه زبده الشيا انت عايزه ترطيب جامد جدا وبعدي عن البيبي ليس وعن الاستشوار وعن اي فيها حاجه فيها حراره بتقصف الشعر وبتخليه ينشف الشعر كده كده ناشف شعر شعر ناشف هتحطي عليه حاجه سخنه هيقطم منك خلاص الشعر انتهى على كده هو شعر ميت طبعا لازم نحيه من الاول والتاني ازاي بالترطيب العالي ما انا بقول لك احنا شعرنا عباره عن ارض سقيتيها واديها سماد هتطلع معاكي زرعه كويسه الناس دايما بتيجي تسال بقى في حته البروتين لان اشهر حاجه طبعا هي البروتين غير الحاجات الجديده اللي ظهرت فدايما نقول لك البروتين ده اي حد ممكن يعمله اي حد يستعمله لكل انواع الشعر فهل فعلا البروتين ينفع لكل انواع الشعر لا ده غلط
ما ينفعش يجيلي شعر متدمر وشعر مع مصحوب وشعر مقاستك واحط له بروتين احماضه عاليه. ما ينفعش شعرك كده وقع، انت بتحمل شعرها ضعيف، حملت عليها. احنا البروتين احنا بنحطه دوت حاجه بتغلف الشعرها من بره مش بتغلف من جوه. ينفع لحضرتك الوقت تجيب حاجه شجره ضعيفه وتشعبط عليها بمعنى الاصح؟ هتعمل ايه؟ هتقع. طب لو انا عروسه وعايزه برضو اعمل كده، عايزه افرد شعري وعايزه اهتم بشعري بس في نفس الوقت شعري مش نافع مع البروتين، اعمل ايه؟ هل مثلا في ممكن اللي هو الترميم؟ طب اعمل ايه في شعري؟ طب عشان حتى يديني شكل حلو. المتخصص او المتخصص يقول لك شعرك محتاج ايه؟ طب انت شعرك مش نافع مع البروتين ليه؟ يبقى شعرك المسام بتاعته مقفوله. طب مقفول ليه؟ انا بتكلم بقى ان هي لو غصب عنها محتاجه فعلا تعمل بروتين عشان يبقى شعرها حلو، ممكن مثلا الترميم؟ ممكن نعمل. لا بس الترميم مش هيديها الفرد اللي هي محتاجاه، دي عروسه مش عايزه كل شويه تقوم تعمل شعرها، لا عايزه فرد كامل. بالظبط. هنعمل لها مواد ثانيه، هندخل بروتين معاه ماده ثانيه هتساعد. لو دخلنا البروتين مع البوتكس مع الفر مثلا هيديني، او جيلاتين هيديني نسبه فرد عاليه وهيديها كمان ايه علاج للشعر. لو شعر عنيد، احنا شعر عنيد لنا طريقه بنغسله بيه، في شعر بيجي لنا شعر عنيد شعر دهني بيفرز دهون لوحده. مهما تحط لها بروتين ثاني يوم هيروح منه سحبه. ده شعر احنا بنتعامل معاه معامله الاطفال شويه. بنغسله بطريقه معينه وبعد كده بنمهد مثلا العمليه تجيلي اقول لها قبلها باسبوعين ثلاثه، لا هتمشي على واحد انت تعملي حاجات دايت اللي هتعملي قبل ما تجيلي. وبعد ما تجيلي بغسله مره واثنين ثلاثه لدرجه ممكن اغسله ساعتين ثلاثه بنوع شامبو معين مش اي حاجه. كمان ولما باجي كمان اكبسه بكبسه بطريقه معينه ان انا اضحك على الشعرايين. بتكبسيه كبس اللي هو ايه؟ مكوى يعني ولا البيبي ليس؟ البيبي ليس. اوكي تمام. بكبسه بطريقه معينه ان اشرب الشعرايه غصب عنك هتشرب الماده هتشربيه. بنضحك على الشعرايه زي ما بنقول. طيب في سؤال تاني بقى معلش عايزه اساله لك، اللي هو طبعا يعني اي حد مقبله انها تعمل بروتين بتبقى السؤال ده لازم يجي في بالها، هل البروتين ممكن يوقع الشعر؟ ممكن يوقع الشعر. ممكن يوقع لو الشعر. الاول حاجه الماده استرخصنا وجبنا ماده رخيصه ماشي، ده اول حاجه. لو الماده مش مناسبه للشعرايه توقعه. لو المتخصصه كبست غلط، لو حراره عاليه جدا مع شعره ضعيفه هيتحرق خلاص الشعر وقع اتقطم ومات خلاص. اللي ما انا بقول لك وبعد كده كمان افرض انت خلاص عملت شعرك وما وقعش وحصلوش حاجه، الدور على عميله بعد ما تمشي بقى. انت تحافظي على البروتين، تحافظي على شعرك زي بالترتيب العالي. ما ينفعش اقول لك مثلا لازم تاخدي المجموعه دي تقولي لا انا عملت شعري ومش عايزه مجموعه. لازم تاخدي انا بديكي مجموعه هي اللي هتحافظ لك على البروتين. ده اللي بتساعد عليه يفضل اطول وقت يفضل اطول مده ويحافظ عليه. ماشي. ما جيش لو جيتي انت قلتي لي لا انا مش عايزه مجموعه اقول لك ما اعملكيش شعرك معلش. انا شعري يعني تاخدي مجموعه لا انا كمان هختارها لك مش انت اللي تختاريها كمان. هقول لك على حاجه تمشي بيها، لو مشيتي بيها يعني انا جات لي قبل كده زبونه رحت عملت شعر لزبونه لقيتها بتقول لي انا بغسل شعر اول حاجه بعمل شعرها اول حاجه كانت عاملاه جيلاتين، لا كانت عاملاه يا رب بتاع ده كولاجين. الشعر المفروض حلو وكل حاجه بس ناشف. بقول لها حبسي انت عاملاها بقى لك قد ايه؟ قالت لي 6 شهور. من جوه سحب خالص لكن بره واقف ناشف تحس انت لابسه باروكه. قلت لها طب اول حاجه الماده اللي استعملتها ديت مش شعرك، اول حاجه انت صابغه شعرك والصبغه منشفه شعرك اكتر، تحطي ماده تنشف اكتر نشفته. ده حاجه. ليه شعرها في قشر؟ بقول لها طب القشر ده لايه؟ ازاي جالك القشر ده؟ قالت ما المتخصصه قالت لي اغسلي شعرك كل يوم بميه سخنه، دي مصيبه. غسيل ميه سخنه مصيبه. ميه ما حد يغسل بميه فتره حتى لو في ايه؟ ميه سخنه انت قفلت مسامر الجلد كده ماشي وعملت طبقه عازله الشعر خلاص الشعر ما بيتنفسش هيموت وقع. قلت لها قالت لي كده؟ قالت لي قالت لي حتى كمان انا بستعمل بيبي ليس كمان. قلت لها ازاي بتعملي بيبي ليس؟ انت حاطه يا بنتي ماده على شعرك ازاي؟ احنا حاطين بلاستيك على شعرك عشان نغلف، ازاي تحطي عليها بيبي ليس؟ قالت لي ايه؟ قالت لي كده. قلت لها ما تزعليش دي حماره اللي قالت لي كده مش متخصصه. هي بتقول لك حاجات تضر الشعر عشان ترجعي لها بسرعه، الشعر ينسحب بسرعه وترجعي لها شعرك بيقع شعرك البروتين راح منه. عشان كده دايما بقول يا جماعه اللي مقبله على انها تعمل بروتين وتعمل حاجات كويسه لازم تعرف تروحي المكان الصح ايه؟ تبقى فاهمه المتخصصه اللي هتتعامل معاها دي وشايفه ليها شغلها من البدايه، وتسال كمان الناس اللي حتى اللي اتعاملوا معاها، مش مجرد ان هي شافت ليها اي حاجه فتروح لها على طول، لا لازم تعرف انت رايحه فين وتعرفي تروحي المكان الصح والمتخصصه تكون متخصصه صح في شعري. ان الشعر ده مهم جدا. يعني انا دلوقتي لو رحت لحد وباظ شعري ده مصيبه. انا في زباين بتصل بيا حاجة... انا جايبه الماده عايزاك تكبسيها. طب انت جايبه ماده ايه يا ماما؟ انا ما اعرفش الماده اللي انت جايباها دي. يعني في كمان زباين يعني بيختاروا الماده عشان بيروحوا يجيبوا ارخص هم يشتروا الماده وتقول لك اي حد يا حبيبتي انا ما اشتغلش في الماده اللي انت طب انت مسترخصه وجايبه طب انا ذنبي ايه؟ طب ما انا هشم احماض او هشم فورمالين وبعدين ده كمان انا هيجي لي مرض. ده في وشك انت كمان يا مدام امل. لا لا هم ما بيفهموش. بيقول لك انا عارفه انا جايبه حاجه في شعرها انا كنت عند مدام امل. انت على طول السبب. بيزعلوا مني لما بقول لهم انا ما بشتغلش في الماده بتاعتي فكان انا
بعملها سبوبه وشغل. اقول لهم لا انا بشتغل في الماده اللي انا متاكده منها واثقه فيها. لما بعمل لك شعرك بقول لك انا عامله بكذا ببقى انا متاكده، ومش من النوع اللي بجيب طبق وما انزلش من يعني اخش اجيب طبق، لا انا بجيب للزبونه اذا قدامها واقولها اقريها شوفيها ده النوع بتاعي ده اللي هتستعمله وده اللي هينفع ليكي بالظبط كده. اقول لها اقري الازازه وشوفي الازازه اللي هنجيبها لك، انا ما بجيبش حبه في طبق واجي لك. اقول لك شعرك هياخد 5 100 جرام 1000 جرام قدامك، بتحط قدامك الازازه وتقريها وتشوفيها الاول وتشوفي الماده اللي حطها لك. مع كل اللي احنا عرفناه من استاذه امل دلوقتي، عرفنا ان في انواع كتيره بتسبب تساقط الشعر. ايوه طبعا. فعايزين نعرف اكتر عشان الناس بتعاني دايما من دي من قبل ما يعملوا البروتين او الفيلر او اي نوع، ومن بعديها ان في مشاكل كتيره تساقط الشعر، ايه اسبابها وايه اللي ممكن يعالجوه معالجه ليها في البيت؟ ما انا بقول لك حضرتك دلوقتي لو زبونه انا طلعت من عندي خلاص شعرها ما بيقعش وتمام، الحراره توقع توقع الشعر ماشي. لو ما انا بقول لها الزبونه بتيجي عندي اقول لها انت عملت شعرك دلوقتي بروتين، امشي على النصيحه اللي بقول لك عليها، مرتين في الاسبوع حمام الكريم بالبلسم بتاع اللي بجيبه مستدلين اسمه ده. في خطوات لازم تمشي عليها يعني، ما انا صح في خطوات لازم تمشي عليها بالظبط. الجلوكوز مع حمام الكريم مع البلسم مرتين في الاسبوع، مره واحده بس الشامبو تغسل بيه شعرك. شعرك لو عرق اذا ما بتغسلي وشك كده بسرعه تجري على الحمام تغسلي راسك بالميه، لو عرق في اليوم 10 مرات. الاملاح بتخاف كتير من ان شعرها يتبل كل شويه، لا ما بيعملش حاجه كل شويه ما بيأثرش ده، هو لو عرق وثبته الاملاح هتاكل البروتين من شعرها وهيوقع شعرها، انه هيعمل طبقه عازله للجلد من فوق وهيعمل ايه طبقه الاشرية ده شعرها هيوقع. استمرار الميه مع الجو الحر اللي احنا فيه كل شويه، ميه عاديه ميه عاديه مفيش مشكله، لا ميه عاديه. انت تجفف بعديه بالمجفف ولا لا؟ لا بالفوطه وتبطط، بلاش بقى اللي احنا بنعمله ده، بالفوطه وتبطط شعرها وشعرها يتغسل ما يتسرحش غير ما شعرها ينشف 90%، وبعد كده تحط السيرم وتبتدي تسرح شعرها. الشعر لما بيتسرح مبلول اضعف حالته بيتقطع ويتكسر. طب ايه السبب اللي يخلي الشعر اساسا ما يقبلش البروتين؟ اول حاجه المسام مقفوله، او واحده مستعمله بلمز مستعمله كركار، زيوت الثقيله اللي احنا بنقول عليها زيت الزيتون زيت الخروع زيت السمسم زيوت ثقيله احنا بنقول عليها زيوت ثقيله بتقفل المسام بتاعت الشعراية. لو هي شعرها اصلا بيفرز دهون لوحده طبيعيه عند المسام العاليه عنده، شعرية المسام مقفوله خلاص مش محتاج بروتين صناعي من بره، ما بيقبلش البروتين، لازم نعمل نلعب معاه لعبه دنيئه شويه كده عشان يقبل في الاخر البروتين. طيب استاذه امل يعني خدنا كميه معلومات كتير انا غيرت بصراحه. لا ده انت نورتينا وشرفتينا النهارده والله. بس قبل ما نختم معاكي نحب بقى لو حابه تشكري حد حابه توجهي رساله لحد. انا بشكر اثنين بصراحه ربنا هم السبب ان دخلت المجال ده، صاحبتي وفاء السماحي متخصصه بروتين في الشرقيه، والدكتوره بسمه دودار دي اللي بجيب منها البروتين، هي مستورده بروتين اصلا والمدرسه بتاعتي ومعاها دكتوراه في الشرقيه. اعلان مجانا اهو بصراحه ربنا هم الاثنين دول كتر خيرهم يعني ان انا بسببهم بقيت هنا دلوقتي. امل الجباس صاحب الجروب لمس الجمال نورتينا وشرفتينا النهارده، مبسوطه وان شاء الله كلنا لقاء معاكي تاني وتنورينا مره واتنين وتلاته ان شاء الله. شكرا جدا كتير المعلومات اللي قلتيها لنا النهارده واللي عرفتيها للناس عن كل انواع الفرد والبروتين وكل الانواع، استفادوا منها كل البنات وكل حابب هيقدر يخش على الجروب بتاعك ان شاء الله. ان شاء الله يكون معاك. في بقى كنتي مفاجاه قوليها بقى سريعا يلا. ان شاء الله المفاجاه انا هعمل عاملين خصم 25% على البروتين البرازيلي وعلى كل انواع الترميم اللي عندي للمشاهدين برنامج بيت عبو شيما للمشاهدين مصريا في خصم 25%. وخليكي في البيت واحنا نجي لك غايه عندك. خليكي في البيت حلو جدا، خليكي في البيت واحنا نجي لك غايه عندك. ميرسي جدا نورتينا. ميرسي حبيبتي. شكرا. استنونا بعد الفاصل فقرة تانية لسه مكملين معاكم، ما تروحوش بعيد، فاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. سوري يا عبدو، سوري سوري يا عبدو، احنا بدانا الهوا والله لسه بدأ دلوقتي حاجه والله. طيب أيوة مش مشكله مش مشكله. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، بس انا بصراحه مبسوطه يعني مبسوطه فداخله يعني الفقره دي مبهجه فمستعجله فبدات بدري. عندك مشكله يا عبدو؟ لا يا شيما براحتك. طبعا يا جماعه شايفين الفقره دي حاجه كده ممتعه لكل السيدات، كل ست بيت بتحب ان هي تشكل وتلبس حاجات جديده ومختلفه، وكل خروجه ليها بتبقى حابه انها تلبس طقم مختلف عن اللي بتتو قبل كده. وطبعا عشان الذهب يعني الذهب الحقيقي بيكون غالي شويه، فاحنا دلوقتي قدرنا ان احنا نحقق حاجه ما بين يعني الشكل الذهب الحقيقي، بس الحاجه بتكون ذهب صيني، يعني الحاجه بتكون فيرست كوبي. فطبعا يا عبدو في الفقره دي عايزه ارحب بجميلتي حبيبتي الجميله النهارده اللي منوراني النهارده، ام اياد صاحبه محل زي الذهب. ازيك يا ابو اياد؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه الجمال ده؟ ام اياد كمان كانت معانا في اول سيزون لينا في بيت شيما، كانت معانا ام اياد وكانت منورانا، والكوليكشن صراحه كان عجب الناس كلها، وكان في كومنتات كتيره جدا عن الحاجه جميله والشكل جديد وبتنوع دايما. يعني ام اياد برضو ايه ما بتجيبش الحاجه وهو لغايه ما تخلص، لا ده عايزه تنوع اكتر واكتر، فبتجدد دايما. معانا ومنورانا ام اياد صاحبه محل زي الدهب. هو فعلا زي الذهب. هو زي الذهب. زي حبيبتي. احنا عايزين نعرف ام اياد اول سؤال كده، ايه يعني عايزين نعرف ايه الاضافات اللي ميزت ام اياد في الفتره اللي كانت ما بين اللي انت كنت معانا في الحلقه لحد الان؟ بصي حبيبه قلبي، من اول فقره لدلوقتي، بصي من اول ما بدات الشغل بدور على الماتيريال الاعلى والشغل الانظف، وبصي الحمد لله رب العالمين وصلنا دلوقتي لوكلاء مصانع في الصين. بقينا بنتعامل معاهم دايركت، بنبعت لهم الديزاين بتاع التصميم الحمد لله بتقنيه عاليه جدا جدا جدا. وصلنا لدرجه طلاء الكترونيه الحمد لله رب العالمين، وصلنا ان احنا نبدا عملنا منتج ملمس وجوده وفينش الذهب الحقيقي. حتى انت ممكن تدخلي على سايغ نفسه ما يبانش غير من الدمغه نفسها. كويس. يعني اللي عايز يعمل اي حاجه يعني اللي عايز يضحك على، بص هو عبده عايز يقول ايه؟ يعني اللي عايز يضحك على مراته ويجيب لها حاجات من الحاجات دي يقول انا دافع فيه يعني دم قلبي. دافع فيها الحاجات اللي قلت لك عليها على جنب دي. ماشي عينيا بس كده. انا خشيت الحاجات كلها حافظاها والله. هتقول لي ايه بس؟ الجوده عاليه جدا. وعايزين طب نعرف بقى، طالما الجوده عاليه كده عايزين نعرف ايه افضل الماركات اللي انت شايفاها بعد التعامل في الماركات الصينيه. بص حضرتك انا هستأذنك بس في حاجه كمان هوضحها للناس الاول. طبعا. ما هو مكونات الذهب الصيني او هو المعدن نفسه عباره عن ايه؟ ايه يعني ايه معدن الذهب الصيني ده؟ ايوه عايزه اعرف إيه؟ فعلا. الذهب الصيني ده بيدخل في مكوناته بلاتين. بلاتين من معدن الاستانلس، واخده بالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو عباره عن مدمج معادن مع بعض، واخده بالك؟ ده الحقيقي بيدخل فيه معدن النحاس. الحقيقي بيخش فيه جزء نحاس مع البلاتين مع الالومنيوم، مع لا مش نحاس بلاتين استانلس مع الاستانلس مع جوده طلاء الكترونيه عاليه جدا جدا بماء الذهب. بيخش فيه جرامات من الذهب طلاء بماء الذهب، فاحنا بنوصل لنفس فينش الذهب الحقيقي. وده اللي بيخلي بعض الاطقم بتوصل لمبالغ عاليه جدا. طبعا اكيد. الانواع بتاعه الذهب الصيني في نوع اللي هو الاتش جي، الاي ار، الام ار، الاكس بي، كل دي حاجات واخده فينش ذهب حقيقي، طلاء ذهب حقيقي، مطلي بميه الذهب الحقيقيه، مطلي بميه الذهب الحقيقي. وداخل ده بقى الحاجات اللي هي الفيرست كوبي، الحاجات طبعًا اللي هي العاليه جدا. طب السؤال المهم اللي ممكن نساله في الحته دي الحاجات دي برضو بتغير مع الوقت زي ده؟ ما هما الناس دايما بتبص على الحته دي. لا لا لا، بص التقنيه العاليه قوي، بقول لحضرتك احنا وصلنا لجوده طلاء الكترونيه عاليه جدا جدا في الذهب الصيني، فده بيخليه لا يعيش فتره طويله جدا بس مع المعامله الصحيحه للذهب الصيني. طب معلش هقطعك بس عشان بما ان عبد سال السؤال ده، انت كنت معانا تقريبا من سنه وشويه. ايوه. والله ام اياد بتعرف ان انا هعمل كده. ام اياد كانت جايبه لي الخاتم ده، مش عارفه ظهر قدام حضراتكم ولا لا. الخاتم ده كان، انت فاكره كنت جايبه لك هدوء من سنوي؟ الخاتم زي ما هو، والله والله الخاتم ولا بص يا عبدو انا جبته مفاجاه النهارده عشان اوريه، والله زي ما هو. يا جماعه والله والله يعني العظيم كنت عارفه ان انا جايبه لها النهارده. فالخاتم زي ما هو بجد، فمش عارفه اقول لك الحمد لله رب العالمين. حبيبه قلبي تسلمي. اتفضلي. احنا بنتكلم على الماركات، فقلت لنا الاتش جي
بص هو المصنع بتاع الصين نفسه بينزل المنتج مدموغ بس مش هيدمغ باسم المصنع كله. تمام. فبيحطوا ممكن اول حرفين من المصنع نفسه. تمام. فالمصانع الكبيره قوي اتش جي اتش جي او ار او ار ام ار اكس بي اكس بي الماركات دي من ماركات نظيفه دي واخده طلاء بماء الذهب. اه دي طلاء نظيفه جدا. اه مع الجوده بقى زي ما بقول لك انت لما تيجي تلمس الملمس نفسه بتاع الذهب ملمسه نظيف جدا. في حاجات هنا يعني بقى حضراتكم ان شاء الله الكاميرا ان شاء الله الحقيقي يعني مفيش فرق اصلا. هنا كوليكشن كبير يا شيما وبتعرض كمان للناس دلوقتي على الشاشه معانا الكوليكشن ده الكوليه بالنسبه اللي فات دوت الكوليه ده ذهب حقيقي الطقم ده كوين ده حقيقي موجود عندي في الصيني ونفس الشكل بالظبط. حاجات يعني مستحيل حد ان ممكن حد يفكر ان ده ذهب صيني. على فكره الطقم اللي كان نقطه انها تتعرض الطقم اللي فات ده فيه زيه بالظبط ذهب. بالظبط. وهو ده اللي احنا واصلين له الحمد لله. انتوا دلوقتي بتاخدوا الاشكال وتبداوا تبعتوها للمصنع. أيوة انا عايزه أيوة زي ده. ايوه مش بس كده وساعات ممكن نصمم تصميمات. تصميم جديد. ونبعت طبعا ليه في ديزاينر بيعمل الموضوع دوت. انتوا بتتكلمي بصفه الجماعه هو انتوا تيم مع بعض؟ طبعا طبعا تيم كبير جدا وبصي وبندور وبنسعى دايما دايما. ما شاء الله يعني انا حتى كنت بقول لعبده يعني على مستوى الشخص بقول له حتى يا ما شاء الله الحاجات دي انت شفتها عند بشوفها عند مياد انا ما بشوفهاش حتى في اكبر المولات. يعني في مولات في ناس كتير جدا فاتحين محلات ذهب صيني فعليا بجد ما فيش التشكيله والكولكشن ده مش موجود اساسا. فحاجات بصراحة حلوة قوي. وساعات بناخد حاجات بقى من المجوهرات المستر جولد واللازوردي والإيطالي والحاجات دي بصي ونطلع نفس التصميم بالظبط. اتنين لابسينهم واحد لابس الحقيقي واحد لابس الصيني اتحدى اي مخلوق يقدر يختار صيغ نفسه لو واقف بيها. طب انا دلوقتي يعني اعرف ازاي ان جوزي اصلا مش ضحك عليه وجايب ذهب صيني. ناخد الختم بقى ونروح عند الجواهرجي ونشوف بالعدسه المكبله. انت كده بصي انا معلقه بس استضفتك معايا هنا بحاجاتك التحفه الجميله دي. تسلمي يا حبيبتي. طيب انا عايزه اعرف يعني اتفضل. بس الحته دي يعني هتفرح كل ست بتحب تلبس الغير كتير. يعني انا عن نفسي انا عن نفسي نركز بس كده في الكلام. انا عن نفسي كده يا استاذ عبده بحب البس واجدد كتير يعني احب البس في كل مره طقم مختلف عن الطقم اللي بعده. طبعا طبعا في ناس حابه اصلا بتاخد الدهب في ناس للدخار وفي ناس للزينه. فانا الناس اللي بتاخده للزينه ده بيبقى افضل جدا الدهب الصيني. طبعا مع غلو الدهب دلوقتي وصل لمبالغ كبيره جدا. في ناس امكانياتها الماديه مش سامحه مش سامحه. طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي. وفر كل ده. طب والله انا مش شايفه ان في فرق يعني خالص. مش شايفه ان في فرق خالص. المشكله كده كده اصلا الدهب ده بيتلبس في المناسبات وبعد كده بيتحط في الدرج او في علبه المجوهرات. فايه المشكله لما انا اجيب بس مش معنى كده ان انت تجيب لي كله صيني يعني. لا زي ده. والله والله الصيني زي ده زي ده هو زي ده. طالما مش للدخار طالما انا مش جايبه ليه للدخار لا طبعا ده يغني وطبعا بمبالغ اوفر بكتير قوي من اللي انا حطيته في الذهب. طبعا انا وصلت لنفس متعه الست هي متعتها في اللبس. والله فانا وصلت للمتعه واخده بالك وفي نفس الوقت وخدت الشكل الجديد والجميل حافظت على جيب جوزي. دي الست المصريه الاصيله. دي الست المصريه الاصيله. طيب ام اياد ما شاء الله عليكي انت في مجالك ناجحه جدا جدا ما شاء الله عليكي. فاحنا عايزين نعرف انت ازاي بتقدري توفقي وتنسقي ما بين وقتك وما بين وقتك وبين شغلك وبيتك. وعارفه انا كمان يعني في التخصص عارفه ان انت عندك ما شاء الله ثلاث اولاد فازاي بتقدري توفقي ما بين شغلك وبيتك؟ بصي حبيبه قلبي هو توفيق من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. تاني حاجه جوزي ربنا يخليه ويديله الصحه يا رب في ظهري ومعايا وجنبي واخده بالك. فالحمد لله واهلي وبصي مامة جوزي معايا باباي ربنا يديله الصحه اخواتي مسندني انت فاهمه. احاول اروح الشغل واجي من الشغل وطبعا بنسق وقتي. الصبح انا في المكان الفلاني بعد الظهر في المكان الفلاني بنسق وقتي على قد ما اقدر والحمد لله رب العالمين ربنا بيعين الحمد لله. الحمد لله. طب انت نصيحتك ايه للسيدات المقبله ان هي عايزه تشتغل او يبقى عندها مشروع؟ بشجعها جدا جدا اثبات لكيانك اثبات لنفسك لوجودك يعني بتحقق طموحها فبتقدر تسعد نفسها ومن خلال الطاقه الايجابيه اللي بتبقى جواها فبتقدر تسعد اللي حواليها في ارضاء نفسي كتير. حاجات كتيره فعلا يد نرجع تاني للكوليكشن. كوليكشن تحفه. بس الناس بقى هتسال دلوقتي في ظل الظروف دي في ناس كتير عايزه تطلب اونلاين ويوصل لها الطلبات لغايه البيت
هل متاح مع امه ويقدر انها توصل اونلاين؟ موجود شحن لاي مكان، احنا بنشحن بره مصر وجوه مصر، بنوصل الحمد لله رب العالمين. شحنت ايطاليا، شحنت الحمد لله امريكا، فرنسا، في كل يعني متاح معاكي. انا بس عايزه بعد اذنكم بس مخرجنا الجميل عايزه الكاميرا بس تجيب الديتيلز الحاجات التحفه دي، يعني عايزه الكولكشن ده يبان. يعني الكولكشن ده جميل جدا وبان معانا برضو على التوي كذا صوره وكذا حاجه. اقول بس انصح الناس بحاجه، اتفضل بيجي لي كتير. اتفضل ازاي احافظ على الذهب الصيني؟ ايوه انا والله كنت هسالك السؤال ده، انا ازاي بقى سويتيني ازاي اقدر احافظ على الذهب؟ وفي حاجه كمان يا جماعه هقولها، لسه هقولها حصري، الناس بتيجي تقول لي الذهب يا ام اياد بدا يغمق شويه معايا، اعمل ايه عشان ارجعه تاني يرجع يضوي ويلمع؟ بص يا جماعه، اول حاجه نعملها نحافظ الاول على الذهب الصيني ازاي، ان احنا بيرفيل، لا كريمات، كلور، مواد كيماويه، كل دي حاجات تبوظ. اوكي، غير كده معاكي مفيش مشكله خالص، ممكن ميه بتوضى بتاع مفيش مشكله خالص. تاني حاجه نحافظ ازاي بقى، يعني لو اللون يا رب يغمق شويه نرجعه تاني يلمع تاني ازاي؟ بتجيبي طبق تحطي فيه حبه معجون سنين مع حبه كربوناتو، وبعد كده نعجنهم بفرشه السنين ونحط فيه الخاتم او الاسفره اللي احنا عايزين نلمعها، نحط فيها بالفرشه الاول، نسيبهم معجونين كده مده ساعه. تمام. بعد كده نطلعهم نحط عليهم كوبايه ميه وندعك بالفرشه. تمام، نضفناهم كويس جدا، بعد كده نغسلهم بالميه، هيرجعوا يضوا تاني زي ما كان. عادي المفعول السحري، لو انتوا عايزين ترجعوا اي حاجه تاني من امه ايه زي ده هيرجع تاني. طب احنا عايزين لا احنا عايزين نعرف حاجه بقى من امه اياد. ابو اياد دوره فين؟ موجود فين ابو اياد الاول؟ موجود معاكي يعني على طول ولا هو شغله فين؟ بيعمل ايه؟ بيسافر. سافر فين بقى؟ شمال سينا. شمال سينا. بس طبعا معاكي قلبا وقالبا، بيسندك دايما في كل شيء، بيكون معاكي دايما بالتليفون. طيب. ورحتي فين وجيتي منين وانت فين دلوقتي وعملتي ايه؟ طب انت طبعًا. انت النهارده يعني جبت لنا مفاجاه وجبتي لي طقم تحفه، يعني مش عارفه اقول لك ايه. ميرسي جدا ليكي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق والله. احنا كمان بقى هنعمل لك مفاجاه. عبده وشيما ايه رايك بقى؟ اتفضل معانا، يلا يعني يا ريت بقى المفاجاه تزهق يعني تجهز معانا كده. عليكم السلام، اتفضل. احنا جبنا الحمد لله على السلامه. احنا جبنا لك يعني ابو اياد من شمال سينا. اتفضلي اقعدي بقى. اتفضل اتفضل اتفضلي ابو اياد. الحمد لله. بص احنا جبنا لك ابو اياد. ما شاء الله ما شاء الله. بص احنا بقى لنا تقريبا اربع ايام متفقين على الموضوع ده. بركه فيكي. جاوبتي معايا بسرعه بصراحه، الله يبارك لك. ايه رايك يا ابو اياد؟ ابو اياد فكر في الفكره وقال انا عايز اجي، وعلشان عايز يعمل مفاجاه في الشغل. لا وبص بقى هو ايه، فتره طويله بره الشغل فجاه جاب لها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ثواني بقى اقول حاجه الاول. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يخليكم لبعض. هو كان ناوي يجيب لك بوكيه ورد، بس هو فكر قال لا انا هجيب لها بقى حاجه ذهب. زي الذهب جبنا ذهب. يعني انت طبعا ذهب الصيني. ابو يدي جيب لك ذهب حقيقي. انا عايزه ذهب حقيقي بقى اهو. احنا لسه هي لسه بتقول لي ان الذهب الصيني زي الذهب العادي. لما بقول لعبد هات لي ذهب برضه بيقول لي لا الذهب الصيني زي الذهب العادي. اهو جوزها يا عم اللي جاب لها ذهب عادي اهو. مهما كان ولا احنا مش ضامنين، ممكن كان ذهب صيني يا عبده، ممكن كان ذهب صيني. بصي مش هنعرف. ابو يدي تعرف بقى ده ذهب حقيقي. طب اعرفي انت عرفتي منين؟ في الاخر بصي بسم الله الرحمن الرحيم. حاسبي المايك سامعش مشكله. امسكي انا بس عايزه اوضح لك. اتفضلي اتفضلي هنقعد. طب اتفضلي اقعدي والكاميرا هتجيب جيب اللي انت عايزاه كله. يلا اللي بتكلم عنه يا جماعه. سبحان الله انا كنت لسه بتكلم. جوده الطلا نفسها، بصوا اللمعه، بصوا لمعه الشغل، ما تحسوش بفرق خالص 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 خالص. يعني ده ابو اياد جاب لك ذهب حقيقي يعني ام اياد؟ ما شاء الله. بصي انا دي مفاجاه جميله، مفاجاه جميله ما شاء الله. لا قوه الا بالله، ربنا يبارك لكم يا رب ويخليكم لبعض. احنا حبينا النهارده نعمل لكم مفاجاه حلوه كده، لان عارفه ان هو في شمال سينا. ربنا يحفظه يا رب. مفاجاه جميله فربنا يحفظه. ف يكون معاكم هنا في البرنامج. والله هو حب يفرحك انت. والله هو قال انا عايزه افرحك. الله والفضل يرجع لكم برضه بجد بجد. ربنا يخليك يا ابو اياد، ربنا يخليكم لبعض يا رب. فحبينا ان هو يكون معاكي النهارده بقى، ويبقى مفاجاه ليكي حلوه. هي الصوره وخاتم ولا الصوره بس ولا الدنيا؟ لا هو خاتم. انا شفت خاتم. انا شفت خاتم. الصوره وخاتم طبعا. من كتر ما هي بتقيس المقاسات قصادي فانا عارف المقاس كويس. لا هو طبعا عارف المقاس. طب واحنا ممكن نقر ونحسد ولا حرام؟ لا 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 براحتك. ربنا يعني
حافظ المقاس بتاعها عشان انت ما بتبقاش عارف المقاس بتاعي. لا انا عارف المقاس. ما ينفعش كده. معلش معلش. هو قول قول. حافظ المقاس. حافظ المقاس. عارفه طيب. احنا هنجيب صيني دلوقتي. هنجيب صيني. حبيبتي ما شاء الله ما شاء الله والله ما بارك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليكم لبعض ويبارك لكم مع بعض دايما. ابو اياد دايما مساند ام اياد تكون معاها دايما. واكيد اي نجاح ابو اياد ليه فضل فيه. لسه جايب ذهب. لسه جايب الذهب. عايزين كلمتين. لا يعني لازم كلمتين حلوين كده بعد الختم والاستوره ده ما شاء الله تبارك الله. ربنا يخليه لي يا رب ويديله الصحه يا رب يا رب يا رب. احنا من غيره طبعا ولا حاجه. هو في ظهري ومساندني كل حاجه بوصلها. على فكره والله كانت بتقول الكلمتين دول قبل ما اجيب لها الصوره والخاتم. طبعا والله وبقولهم من الحلقه الاولانيه والله يا شيما. ومن غير كان الحلقه الاولانيه مسافر اصلا ما قدرش يجي وكلم لنا عمل مداخله على الهواء. هو قال عشان كده نفسي اكون معاها المره دي بقى واجيلها فجاه جميله لاني كنت زعلانه. جاي ازاي مش هتيجي؟ انت عارفه يعني جاي مشوار قد ايه؟ جاي من شمال سينا. ف مشوار الله المستعان. دي احلى حاجه نختم بيها فقرتنا النهارده مع ام اياد للذهب الصيني. مع يعني شفنا كولكشن شفنا كولكشن جميل والحاجات زي الذهب فعلا ماتيريال عالي باعلى جوده. العنوان فين بقى بسرعه كده؟ في طنطا شارع احمد ماهر سنتر جبر الدور الارضي محل زي الذهب. الجروب اسمه ايه؟ ام اياد للذهب الصيني او احنا الجروب نفسه كولكشن زي الذهب. زي الذهب الاكونت بتاعي ام اياد للذهب الصيني جماعه كله بالعربي. هننزل على البيج بتاع البرنامج برده الاكونت الشخصي بتاعي الجروب وكل حاجه ان شاء الله. كل حاجه تكون معانا. شكرا ليك ان كنت منورانا النهارده ومنورانا بالحاجات الجايه ان شاء الله. يكون لنا سلسله حلقات بقى وربنا يكرمك وتفتحي ان شاء الله كذا محل باذن الله. باذن الله ان شاء الله يا رب. حبيبتي نورتينا ونورتنا ابو اياد استاذ جمال. ميرسي جدا زي حضرتك. ربنا يخليكم لبعض يا رب. استنونا في حلقه جديده من برنامجكم بيت عبده وشيما. مع السلامة.